بحثت الحكومة مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا أولويات التعاون المستقبلي ودور هذه المؤسسات في دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كانت مصر قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، حيث كشف أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2020 وحتى الآن، والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار. بحثت الحكومة آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ورمي إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة. جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثا للشراكة. انطلقت فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مساحة 3000 متر خلال الفترة من 13 حتى 15 من يناير الجاري. المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها. كما يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لقوات الحوثي في اليمن، لكن الأسعار سجلت خسائر أسبوعية بسبب تخفيضات الإنتاج. ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 78 دولار و29 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسطى 0.9% إلى 72 دولار فاصل 68 سنت، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى $2.67 للتر. هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.97% لتسجل $3.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن مجموعة أوبك بلس تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية، وأضاف الوزير أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها أوبك بلس منذ نوفمبر الماضي أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط. في بريطانيا أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الاقتصاد البريطاني في نوفمبر بقوة، رغم أنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3% في نوفمبر بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق. وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات كثيرة في عام 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر، ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما. سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد على مدى 110 سنوات، وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في عام 2023 حسب تقديرات أولية لحسابات العام الماضي لهذه المؤسسة. وترتبط هذه الخسارة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع.